عندي كيلو من الدقيق مخصص للكحك والبسكوت او دقيق متعدد الاستخدام. هنحط له نص كوبايه نشا، كوبايتين ونص من السمنه البلدي، تمام، وتكون متبرده يعني ساقعه، او اي نوع سمنه انتوا بتستخدموها، تمام. 3 معالق كبار من اللبن الباودر، و3 معالق كبار من السمسم المحمص، معلقه كبيره سكر، معلقه كبيره خميره، ومعلقه كبيره بيكنج باودر، ومعلقه صغيره ريحه الكحك، كوبايه ميه دافيه علشان نعجن بيها، وذره ملح. اوعدك هتعملي احلى كحك ممكن تدوق. اهو يلا بينا ندخله ونشوف هنعمله ازاي مع بعض. الكحك بيدخل السادة على 170، كحك السادة هيدخل على 170، اما المحشي على 190، تمام. نركز في المواضيع، يلا بينا. قلنا المقادير، هناخد السمنة، مقدار السمنة بتاعتنا المتبردة يعني اللي محطوطة في التلاجة، ونبتدي بالمضرب، سواء المضرب الكهرباء او عندنا العجان، هنحط المضرب السلك علشان نبدأ نضرب كويس جدا السمنة. هضربها شوية والمقادير نزلت تاني معانا على الهوا، ويلا بينا نضرب السمنة كويس جدا. الكف كنت سايباه هنا، اخدتوه يا كريم. الكف بتاع العجان فين؟ في الدرج، تمام. خلاص بعد ما بنضرب السمنه كويس جدا جدا هنبدا نبس الكحك. خلاص ضربنا بالمضرب السلك لغايه ما السمنه ابيضت تماما وبقى قوامها كريمي. هبتدي بقى ايه، احط او اركب الكف عشان ابس الكحك. وهناخد الدقيق، بسم الله الرحمن الرحيم، وكل المواد الجافه اللي معانا، البيكنج باودر، عندي كمان السمسم، اللبن الباودر، والنشا، ريحه الكحك، وذره الملح، علشان ابقى حطيت كل المواد الجافه مع الدقيق على السمنة علشان نبدأ نبسهم. حطينا الدقيق وكل المواد الجافة على السمنة اللي خفقناها كويس جدا، وبدأنا ان احنا نبسهم كويس قوي. تعالي في التوقيت ده ناخد المية الدافية، تمام، احط عليها السكر والخميرة، نص كوباية مية، ما تزوديش عنها معلقة. المقدار الكيلو بياخد كوبايه واحده بس من الميه، ما تزوديش عنه باي حال من الاحوال. حطيت السكر والخميره، هسيبهم يتفاعلوا. على ما نعمل العجينه بتاعتنا ونبسها كويس قوي، اتبست كويس والدقيق اتشرب، خلاص معانا السمنه كلها وبقى بالشكل ده. تعالي بينا بقى نلم العجينه بتاعتنا بايه، بالميه اللي فيها الخميره والسكر. نجيب بس كده الجوانب والدنيا عشان تبقى كلها مظبوطه. عايزه اقول لكم بقى الكحك ده مستو ايه، اولا هو سهل خالص، ما بياخدش وقت لان كل حاجه فيه بارده، لا بنسخن بقى سمنه ولا بنقدح ولا الكلام ده كله. ثانيا بيبقى خفيف جدا على المعدة، ما بيعملش حرقان والكلام ده كله لان السمنة باردة، وبيدينا طعم ناعم جدا ودايب جدا جدا. بس هو ما بيطولش معاكي قوي، يعني تعمليه بقى قبل العيد بيوم واتنين ويقعد معاكي التلات ايام بتوع العيد وشكرا على كده. تعالوا بينا يلا نضيف المواد السايلة بتاعتنا اللي هي كوباية، ما نزودش عنها بأي حال من الأحوال. Thank you.
خلاص احنا خلصنا. تخيلوا ما كملناش دقيقة. أيوة ما بتتعجنش، الكحك ما بيتعجنش، مجرد إن المقادير تلم مع بعض فإحنا كده زي الفل. خلاص العجينة اهي جمعت مع بعضها ما شاء الله، بصوا شايفين تحفة. لو وده مش بيتعمل بسهولة أو ما بيحصلش يعني على طول، لقيت العجينة معاكي مش عارفة تلميها، مفرولة مفتفتة مش عارفة تتعاملي معاها، على طول معلقتين سمنه وسيحيهم على النار بس يسيحوا كده وقلبيهم في العجينه بتاعتك، هتاخدي نتيجه حلوه جدا جدا. تعالوا بينا بقى نشتغل. يلا الصاج بتاع الكحك مش بيدهن، يكفي قوي السمنه اللي موجوده جواه، فتعالوا بينا ناخد الكحك كده والعجينه بتاعتنا حالا ننزله كده عشان دنيتنا تظهر، ونجيب البصامة إن شاء الله على طول نلاقيها. حد كتب لي وبعت لي كده على الجروب، يا شيف والله أنا ما بنقش الكحك. قلت لها والله وأنا كمان، يعني أنا في البيت علشان أعمل كمية بيبقى صعب عليا قوي إن أنا أقعد أنقش كل الكمية دي. صدقوني في الآخر بعمل الكحك من غير نقش من غير حاجة، أغلب المحلات بتعمله كده حتى من غير بصامة وبيطلع شكله حلو قوي قوي. تعالوا بينا كده ايه نبتدي نشكل مع بعض الكحك. ولو هتبصمي الكحك خلي بالك ما تبصميش بعد ما تخلصي الصاج، لان الصاج هيكون او الكحك هيكون خلاص بفعل الحراره السمنه بتجمد، فلما تيجي تسيبيه لغايه ما تخلصي كل الصاج كده وتيجي تبصمي، تيجي تبصمي تلاقيه شقق معاكي علشان الكحكه نشفت. تمام؟ فعلى طول صف بصف، يعني عملنا كده نروح مبصمين كده 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 اهو معانا على الهوا زي الفل، ونعمل كمان صف كمان واحنا كده خلصنا. يبقى زي ما اتفقنا، اولا الكحكايه بتعمليها عاليه لفوق بالشكل ده عشان لما تيجي تبصميها تلاقيها نزلت شويه، فخلاص تاخدي الشكل المظبوط. كحك شكله هو ني خطير. طبعا تحشي كل الحشوات اللي نفسك فيها، عايز تحشيها مفيش مشكله خالص. تسويه الكحك على 170، كحك الساده كحك المحشي على 190 علشان الحشوه بتاعتك لا تنشف ولا تخرج بره الكحكايه. وزي ما قلنا صف بصف هنبتدي نبصمه كده كده كده. طبعا هو لسه ما اخدش اللون بتاعه، بدا ياخد. بصوا شكل الكحك طالع من الفرن شكله عامل ازاي، ما شاء الله اللهم بارك، خطير. يلا ندخله يكمل تسويته. وده شكله بعد ما بيستوي، الطبق بقى من بتاع الشريف، ونحط كده الكحك. الكحك ما بيتحطلوش السكر باودر غير بعد ما يبرد تماما، خلي بالكم من النقطه دي علشان نعم بس كده. وعندنا بقى ايه نقدم اشيائنا، ويا كحك العيد بصوا الجمال، بصوا شكله حلو قوي ما شاء الله اللهم بارك، تحفه.